States and Britain were smashing it to pieces. It's not Ukraine. It's Ukraine as a part of NATO. NATO is the most violent, aggressive alliance in the world. Always coming back.
We'll be right back.
شعب في هذه الأرض. كيف تجرؤون على نشر هذه الكذبة؟ مرت على هذا التراب شعوب كثيرة، إمبراطوريات كثيرة، ثقافات كثيرة، لم تكن أي منها بهذه الوحشية مثل الغزو الصهيوني. لقد دمرتم سلامنا، قرانا، مدننا، لكنكم لن تستطيعوا أبدا تدمير شعبنا. كنا نعيش في سلام، ولكن العنصرية الأوروبية سرطان للبشرية. لكن لا توجد كذبة تدوم إلى الأبد، لن يهرب أحد من حكم التاريخ. فلسطين ستنتصر من النهر إلى البحر، سنكون أحرارا. يطردنا من بيوتنا منذ عقود، يقتل أطفالنا، نساءنا، رجالنا، شيوخنا، يسمم أرضنا ويدمر بيوتنا، وحشية لا تنجو منها حتى الطبيعة. يحرمونا من الوصول إلى الأرض والجو والبحر. غزة هي معسكر اعتقال أكبرها. الجيش الإرهابي الصهيوني يساوي النازية. كيف يمكن لليهود أن يدعموا ممارسات كان أجدادهم ضحايا لها؟ اعلموا أننا سنقاوم ونكافح إلى الأبد. فلسطين حرة من النهر إلى البحر.